خبر عنهم. عندي رساله، عندي رساله استاذ ناظر، عندي رساله الله يخليك. نعم. نعم. الشيخ ابيس الخنجر اقول له الايتام ولد اخويا وجهالي بدون ملابس لحد ما مشتري لهم، بس انا بالشارع بس انا عمهم وما عندي احد، بس انا بالشارع هم والدهم معتقلين وشهداء وانا بالشارع، فرح اطفال اخويا الله يرضى عنك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يسمعكم، يعني احنا كنا علينا نوصل صوتكم وان شاء الله خير يا رب، بلكي يكون عليك العيد عيد خير وبركه ان شاء الله. الله يخليك، تسلم. شكرا على اتصالك محمد، نورتنا، شكرا.